في البداية مشاهدينا دعوني أرحب بزميلي اللذين ينضمان معي في هذه الجولة، الزميل عربي مرزوق الذي ينضم إلي من برلين في ألمانيا، بينما الزميل خالد شقير ينضم إلي من فرنسا تحديدا من مارسيليا. اسمح لي خالد أبدأ بالزميل عربي، أهلا بك عربي في هذه الجولة. اليوم تنعقد الجمعية البرلمانية الألمانية الفرنسية بمشاركة ميركل وأيضا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس لمناقشة العديد من ملفات التعاون بين البلدين. كما تعلم ألمانيا وفرنسا هما القطبان الأكبر في الاتحاد الأوروبي، وما يتم مناقشته بين هذين البلدين بالتأكيد يؤثر على سياسة الاتحاد الأوروبي. بداية عربي، حدثنا عن أهم الملفات المطروحة على طاولة هذا الاجتماع. أمام اجتماع اللجنة الجمعية البرلمانية الألمانية الفرنسية، هي جمعية تم تأسيسها في مارس عام 2019، والهدف منها كما أشرت أن ألمانيا وفرنسا هما أكبر دولتين المؤسستين للاتحاد الأوروبي. الهدف منهم هو تقريب وجهات النظر بين أعضاء البرلمان الألماني البوندستاغ وأعضاء البرلمان الفرنسي. اللجنة مكونة من 100 عضو، 50 عضو من البرلمان الفرنسي و50 عضوا من البرلمان الألماني البوندستاغ. من المنتظر أن تقل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الفرنسي كتكس اليوم في كلمة المؤتمر. بشكل عام الاجتماع اليوم هو اجتماع بالفيديو كونفرنس، لن يكون هناك لقاءات شخصية، ولكن الجانب الفرنسي موجود فرنسا والجانب الألماني هنا في ألمانيا، واجتماعون هنا تحت قبة هذا المكان البرلمان الألماني البوندستاغ. يجتمع الآن 50 عضوا من البرلمان الألماني مع أعضاء البرلمان الفرنسي. المفروض أبرز الملفات أمام حسب التصريحات التي خرجت على وسائل الإعلام ومن اللجنة أو من الجمعية أيضا هي فيروس كورونا، خاصة متحول دلتا، بالإضافة أيضا إلى أزمة اللجوء. السبب الرئيسي في وجود هذه الجمعيه في الاساس هو ان ونفس الامر الموجود في العالم، هو ان البرلمانات هي الجهه التشريعيه في اي دوله. الهدف هو تقريب وجهات النظر حوالين من ناحيه البرلمان الالماني والبرلمان الفرنسي حوالين قضايا معينه، مثل القضايا الامنيه داخل الاتحاد الاوروبي نتيجه ازمه الارهاب الاخيره، وايضا فيروس كورونا خاصه متحور دلتا، وايضا القضيه المسائل الاقتصاديه العالقه، خاصه وان دول الاتحاد الاوروبي ستبدا في تلقي بعد عده ايام الدفعات الاولى من مساعدات كورونا، صندوق كورونا الذي يبلغ 750 مليار يورو بدايه من يوليو المقبل. الحقيقه امام الازمه الحقيقيه لاجتماع الجمعيه اليوم هو متحول دلتا تحديدا، خاصه ان المانيا وفرنسا طالبوا دول الاتحاد الاوروبي بضروره اغلاق الحدود امام الجانب الانجليزي امام بريطانيا نتيجه تحور الفيروس، وكما اعلنوا ان انجلترا تحديدا هي منطقه تحورات للفيروسات. المستشارة الالمانيه انجيلا ميركل نادت بهذا الامر، ولكن هناك بعض دول الجنوب الاوروبي الحقيقه تعارض هذا المطلب نتيجه وجود عدد كبير من السياح الانجليز السائحين الانجليز الذين يذهبون الى مثل هذه الدول. ولكن هل هذه الاسباب فقط ام ان بعض الدول ربما ترى ان هذا المطلب من قبيل المناكفه السياسيه لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي؟ الحقيقه السبب الرئيسي هو خوف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وخوف ايضا فرنسا من انتقال المتحور الهندي دلتا الى الاتحاد الاوروبي، خاصه وان الجمعيه الطبيه الالمانيه قالت اليوم، وايضا البروفيسور لاوتربخ عضو البرلمان الالماني البوندستاغ واحد اشهر الخبراء الصحه هنا في المانيا، اكد ان متحور دلتا سوف يتسبب في وباء جديدا هنا في المانيا، وتحديدا في ربما ستسبب وباء جديدا داخل المانيا وداخل الاتحاد الاوروبي في المستقبل اذا لم تتخذ السلطات الصحيه الاوروبيه اجراءات سريعه واغلاق الحدود امام او اتخاذ تدابير صحيه اكثر قسوه اتجاه الزائرين الانجليز او حتى من دول الذي ينتشر فيهم هذا المتطور بشكل اساسي. همام ايضا المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل من المفترض ان تتوجه الجمعه القادمه الى انجلترا في لتلبيه دعوه رئيس الوزراء الانجليزي جونسون للتشاور ايضا في عده امور بين المانيا وانجلترا، الامور الخاصه بايرلندا الشماليه وما الى ذلك، وهذا ايضا على برنامج الزياره تاتي على برنامج المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل، خاصه في اخر ثلاثه اشهر تحكم فيهم المستشاره الالمانيه. عربي، اليوم ايضا مساء اليوم تستقبل ميركل رئيس البنك المركزي الاوروبي في المستشاريه، هل هناك ملفات تتعلق باقامه مشاريع اوروبيه مشتركه للتغلب على الازمه الاقتصاديه التي خلفتها كورونا؟ الحقيقه امام الزياره الرئيسيه لكريستينا لاجارد رئيسه البنك المركزي الاوروبي هي ان المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل لديها قائمه طويله من الزيارات بدات منذ الاسبوع الماضي داخل المستشاره الالمانيه نتيجه وجودها كما اشرت قبل عده دقائق وجودها في حكم المانيا لمده 3 أشهر فقط، تحاول الان تقريب كل وجهات النظر في الامور العالقه داخل الاتحاد الاوروبي. مساء اليوم سوف تقوم بتوضيح عده امور خاصه بالملفات الاقتصاديه وملفات المساعدات داخل الاتحاد الاوروبي بشكل خاص مع رئيسه البنك المركزي الاوروبي، سنكون معك تتلقى دول الاتحاد
بداية من نشر مجبر المساعدات المكررة. سنكون معك على مدار الساعة عربي مرزوق مراسلنا من برلين، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة.